رئيس الحلبوسي بذكاء وبسياسته العاليه قدر انه يستقطب الدكتور محمود المشهداني من العزم الى ان ينشق بكتله صداره والى ان ينضم الى تحالف تقدم ببيان رسمي، والبيان موجود عندي حتى اذا تريد اشوفك بيا تاريخ. شلون هاي مال يستقطب؟ وضح لي اياها. هو مو انضمام الى تحالف تقدم. هلا اقرا لك البيان؟ لا لا مو انضمام. هذا بيان؟ اي مو انضمام. هذا بيان كتله الصداره. هاي تغريده. 2 ايار. بيان دكتور. بيان بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان بتاريخ 12 ايار 2024. 12/5 اي انضم الى. علي مو وراها كم مره؟ انتم انقلبتوا على يعني عفوا تقدم انقلب على الموضوع وطالب بفتح باب هي هاي الفتره اللي تاخرت كلها، وانا اعتذر للمقاطعه. هذه الفتره كلها اللي التاخير البيان. بيانات اكو بيانات اكو البيان. شوفني اياها. هي اشوف لك اياها. كم مره تقدم انقلب على هذا الواقع وطالب بفتح باب الترشيح؟ اذا هي وحدها المطالبه بفتح باب الترشيح هي رفض. قبل الجلسه طالب انا اخوك طالبوا مو هو نقاش حلو يصير لحد قبل الجلسه بيومين طالبوا بانسحاب كل المرشحين وفتح باب الترشيح. هذا من تقدم. وهذا دائما الدكتور محمود المشهداني اقول لك والاخ لا لا شو اكو واحد يدعم شيء والاخ الحلبوسي قال انا رحت تفاوضت وقالوا لي تريد ارنب وخذ ارنب، تريد غزاله خذ ارنب، يعني حتى كان التشبيه يعني شويه قاسي على الدكتور محمود المشهداني. ما شبهه هو كان المقصود مثل. بهذا التشبيه سيد محمود المشهداني واضح جدا. لا واضح جدا. لا واضح مستحيل. واضح شنو تفسير تريد غزاله خذ ارنب، تريد ارنب وخذ ارنب؟ اولا يعني الامور مو يمك. اولا هذا مثل معروف. هذا مثل يعني الناس تتداوله بشكل عام. بالعكس الدكتور محمود احنا نريد نعرف منو الارنب. هسه المثل نعرفه. ماكو ارنب، اكو صفقه. زين انا خيرك بين خيارين، فانت معطيني خيار واحد بالصفقتين، فهو اخذ الخيار. هو ضرب باب المثال. بالعكس الدكتور محمود المشهداني هذا شيبه المكون وكل الاحترام له، وبالعكس يحظى باحترام الجميع وخاصه الرئيس الحلبوسي. بس البعض يحاول يصطاد بالماء العكر ويحاول هو حجا لا اصطاد ولا شو اسمه هو حجا يا استاذ علي قاطعتك بالكلام. لا يحاول يصطاد بالماء العكر ويتلاعب بالجمل، وكان اكو اصلا توجيه صار عبر الجروبات الواتساب انه شوشوا على الجلسه وطلعت هاي ما سالفه الارنب. تدري اللي اليوم المفلس او الغرقان اللي تشلب بقشاي هم تشلبوا بالارنب تشلبوا. سالفه الرئيس الحلبوسي الارنب.